حنان اشتغلت من عندي حنان $500 اه في فاتوره ثانيه من المحل من هون هيك صاروا كارتين 250 وهو 245 يعني 500 تفضل ثاني بسم الله ميك اب 25 مكياج اول واحد بسم الله الثاني بسم الله 25 اول واحده برضه مكياج ينفع كده 25 سبتي 25 مكياج 25 مبروك اول مره تجي علينا خدي كارت ثالث تفضلي هيك صاروا 50 جنيه عشان كلمتين جنيه كارت انت خايف ماخذه ب 500 يبقى تلاقي ان شاء الله ثلاث كروت عندنا عشان اول مره ماشي اوكي وعندنا الاكسسوارات والمكياجات والامور دي كلها ان شاء الله موجوده ان شاء الله حظ اوفر ماشي 56 جنيه اهلا وسهلا فيك تفضل تفضلي انت كسبتي معي هلا 50 جنيه تمام تقدر تختاري اللي بدك اياه مكياج كريمات اكسسوار بارفان شو بدك تختاري بتختاري وين لازم الوقت هو يفضل هلا احسن يعني مشان تعرفي انت شو تختاري عرفتي شلون؟ بعدين نحن الهدايا تبعنا بتبلش معاكي من اول 10 لتكون 100 جنيه تمام بدينا بقى حاجه تنفع نكمل بقى شو رايك تاخذي شغله مثل هاي مثلا؟ هاتي ايدي اعملي حركه دائري هذا سكراب بيقيم طبقة الجلد الميت خلال 30 ثانية بيعالج سواد تحت العين وأي أعصاب موجودة على البشرة بيستخدم معك إيدين ورجلين وجسم وبشرة ركي لسه فكرتك أيوة تواجدت المحل لافر اشتريت منتجات ب 500 جنيه وكسبت كوبون واحد ب 50 جنيه ثانك يو ليكو ميرسي لمقابلتكم الجميله وشكرا ليك اهلا وسهلا شكرا ليك جدا على زوجك مكانك لا اليأس ثوبي ولا الأمراض تكسرني جرحي عنيد بلسع النار يلتئم اشرب دموعك واجرع مرها عسل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله صباحكم بكل الخير أعزائي المشاهدين من حلقة جديدة من برنامج أنا والقانون على قناة المفضلة على قلبي دائما الصحة والجمال اسمحوا لي في البداية أقول لكم عنوان حلقتي النهاردة اللي هيظهر على الشاشة والمكالمات ومستنية مشاهدتكم مستنياكم على الزواج العرفي بس اسمحوا لي أتشرف وأصبح على دكتور صبح أهلا وسهلا دكتور صبح صباح الخير صباح النور منور الدنيا كلها دكتور الله يخليك متشكرة أوي وصباح الخير على كل المشاهدين دكتور صبح محامي بالدستورية العليا النهاردة هتكلمنا عن إيه من غير ما تعرفنا حاجة الاسم كده خد الناس الزواج العرفي انتشر في مجتمعنا في الفترة الأخيرة الزواج العرفي ربما للثقل مصاريف الزواج ربما هروبا من أعباء الزيجة والأولاد والمصروفات ربما الأسباب كتير جدا هبتدي بسؤال بسيط جدا وهو إيه هو الزواج العرفي؟ الزواج العرفي بيبقى بشكل مبسط هو عقد بيتكتب بين رجل وست أو يعني زوج وزوجة
بيتكتب فيه بيانات كل منهم، وبيتضمن هذا العقد إبرام الزواج فيما بينهم، وعادة الزواج ده بيبقى في شكل ورقة عرفية غير موثقة. بس ده ببساطة شديدة. من المعلومات البسيطة في علم النفس إن كلمة العرف جاية من عرف الديك. عرف الديك دايما بيكون أحمر وكبير وظاهر عن عرف الدجاجة. إذن الزواج العرفي لازم يكون واضح وباين، مش معناه انه يكون في السر ومستتر. لو في غلط صحح لي في مفاهيمي. هو ده اللي بيفرق بين الزواج العادي اللي كلنا عارفينه وبين الزواج العرفي السريه. الزواج العرفي بنسبه كبيره جدا بيكون سري، وده اللي بيخلي الناس تلجأ له لاسباب كتير جدا. المجتمع لسه هسألك، دايما مستعجل وبعدين ترجع تقول بتقاطعني. من وجهه نظرك ايه اسباب الزواج العرفي بالنسبه للشباب زي ما قلت هروب من أعباء الزواج والمصاريف، وبالنسبة لعامة الشعب عموما كل الفئات؟ والله بص حضرتك، هو الزواج العرفي ليه أسباب كتير قوي، ويعني هناخد منها بعض الأسباب اللي هي منتشرة أكتر. يعني من ضمنها زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي التكاليف الزواج. لما بنيجي النهاردة أي ولد رايح يتقدم لبنت، أهلها بيحطوا طلبات وبيحطوا شروط قاسية جدا وقوية جدا ما بيقدرش عليها الولد، اعتقادا منهم ان ده لحمايتها في المستقبل، ان ده لتعزيز بنتهم وان بنتهم تبقى معززة قدامه، وان الغالي بيبقى غالي والرخيص بيبقى رخيص، ومفاهيم كده انا معرفش. ونسيوا خدوهم فقراء يغنيكم الله. لا يعني هي حاجات كلها بصراحة انا معرفش جت منين يعني. ونسيوا فاصفر بذات الدين تربت يديك. لكن هي ده اكتر الاسباب شيوعا، هي ارتفاع تكاليف الزواج، ارتفاع نسبة العنوسة في المجتمع المصري تحديدا، وده برضو ارتفاع نسبة العنوسة ده برضو من ضمن أسبابه اللي هو ارتفاع تكاليف الزواج. في بعد كده الإثارة الجنسية ومعاناة الشباب من الكبت الجنسي، بيحاولوا يخرجوا المسألة دي في شكل هم بيعتقدوا أنه هو في شكل حلال، وبيبتدوا يلجأوا للجواز العرفي عشان يطلعوا الكبت الجنسي اللي عندهم. عندنا كمان انعدام الثقافة الجنسية. احنا مجتمع خجول شوية يعني، احنا كمجتمع شرقي وكمجتمع كنا وما زلنا يعني، لكن لسه في خجل من الكلام في الامور دي، لسه في خجل من ان الام تقعد مع بنتها وتفهمها. دي نقطه تانية، ان احنا وان الاب يقعد مع ابنه ويفهمه ايه الجواز عباره عن ايه، وانه ايه فضل الجواز، وانه ما يبقاش حياته عبثيه كده مرتبطه بالعلاقات. السبب الاول زياده تكاليف الزواج، السبب الثاني غياب الوعي الأسري والديني، الثقافة الجنسية عموما، والثقافة الجنسية. السبب الرابع زيادة نسبة العنوسة زي ما تفضلنا قلنا. في أسباب تانية كتير المجتمع، زي مثلا الإثارة الجنسية في الإعلام. يعني في بعض الأفلام في بعض المسلسلات بتظهر فيها مشاهد جنسية أنا ما أعرفش سببها إيه، يعني ملهاش أي داعي، مش هتزود أي حاجة حتى دي في طبعا الدراما. بتسبب إثارة جنسية للشباب، والشاب بيبتدي يفكر طب أنا يعني أعمل إيه، بيبتدي في الآخر يلجأ للجواز العرفي. التوعية الأسرية، الأم لازم تقعد مع بنتها وتقول لها يعني إيه الحاجات اللي تضرك في حياتك عشان ما تعملهاش، الأب يقعد مع ابنه ويقول له إيه الحاجات اللي بتضرك في حياتك عشان ما تعملهاش. القصة مش تعليم بس، القصة مش وظيفة وبس، القصة مش عربية وبس، لا ده في حاجات مهمة جدا لازم أعرف ابني عليها وأعرف بنتي عليها عشان ما يقعوش في الفخ اللي اسمه الزواج العرفي. كل اللي حضرتك قلته تفضلت بيه يخص الشباب، ولكن الأغلبية العظمى دلوقتي في المجتمع مش الشباب اللي بيتجوز عرفي، لا بالعكس ده ما بعد الأربعين والخمسين والستين. تمام. إيه الأسباب؟ في سبب مهم قوي اللي هو بتبقى الزوجة كانت متزوجة قبل كده وبتاخد معاش من جوزها المتوفي أو من باباها والدها، يعني بيكون والدها متوفي، وهي نتيجة مثلا الطلاق بترجع تاخد تاني معاش والدها، فبتضطر انها لما تيجي تتجوز عرفي عشان تحتفظ بالمعاش دوت، لانها بمجرد ما بتتجوز والوثيقه العقد بيتوثق في مصلحه الاحوال المدنيه بيتم ابلاغ المعاشات وبيسقط عنها حق المعاش، فبتضطر انها تتجوز عرفي عشان نوع من التحايل على المساله دي عشان تفضل تحتفظ بالمعاش بتاعها. دلوقتي جات لي كده فكره وقصه، مش فكره من دماغي يعني، قصه افتكرتها عن شاب وقعت منه محفظته، وشاب زميله في الجامعة لقى المحفظة، فبيدور طبعا على أي حاجة يشوف هو مين عشان يوصل للمحفظة، فلقى جوه المحفظة 24 عقد عرفي ب 24 بنت. هو الجواز العرفي ملوش حدود؟ ملوش التعدد فيه مباح؟ لا طبعا، لا طبعا. انا بس هقول لحضرتك انه يعني دي مسيبه. احنا مش احنا مش هسبق الاحداث، بس الفكره جات لي او القصه جات لي اللي احنا فيه ده، يعني موضوع الجواز العرفي بالشكل ده كارثه.
الزواج كده اللي هو 24 زي لو حضرتك الحاله اللي حضرتك بتقولي عليها دي حاجه واقعيه فعلا، ده لا جواز ولا ده كل الموضوع علاقات، ولكن بيتم تقنينها وبيتم الضحك على البنت ونقول للبنت لا ده كده ورقه وان احنا بينا شهود وربنا موجود وربنا بيشهد، وكل الكلام دوت بيجي من خلال ان البنات والشباب ما عندهمش ثقافه، ما عندهمش يعني ايه حته الحلال والحرام. القصة دي بتيجي ببساطة شديدة انه بيعمل علاقة مع بنت بيحاول انه يقرب منها، بتقول له لا ما ينفعش، فبيبقى هو ده اللي بيبقى نتيجة ان احنا طب يلا نكتب عقد، فبيتراكم العقود. لكن هو المانع في التعدد في الزواج الشرعي هو نفسه مانع التعدد في الزواج العرفي. يعني ليه شو؟ طيب حضرتك كده قلت لي بالنسبة للشباب وبالنسبة للست اللي هي كانت مطلقة او ارملة او ما شابه وبتحافظ على المعاش بتاعها، برغم ان انا هنا بقول ان هي مش مخطئة ولكن هي استغلت ثغرة من ثغرات القانون، فإن ده يحق ليها بالفعل طالما إن الشخص اللي موجود ده مش هيصرف عليها وعلى أولادها، فمن حقها تاخد ده. ففي القانونية أعتقد طبعا حضرتك سيد القانون اللي تتكلم فيها إن هي استغلت الثغرة دي. طيب بالنسبة للرجالة، طب للست غصب عنها، طب والراجل؟ في أسباب للراجل تمام، من ضمنها التعدد، رفض التعدد في المجتمع، وإحنا كنا اتكلمنا قبل كده في موضوع التعدد ده وأهميته. إحنا النهاردة الزوجة بترفض رفض مطلق، ده في بعض الزوجات بيفضلوا ان جوزها يبقى على علاقه، احساسها انه غيره، احساسها بالخيانه، بتفضل ان جوزها يبقى ليه علاقه بستات تانيين وانه يعني ما يتجوزش، هو يعمل اللي هو عايزه بره بس هو في الاخر يبقى. فطبعا رفض التعدد ومقاومه المجتمع كناحيه، فاصبح ده الحل ان هو طب انا عايز اتجوز بس مش هينفع اعلن علشان الزوجه ما تعرفش علشان فبيضطر بالشكل ده ان هو يروح يتجوز عرفي. عندنا كمان سبب مهم جدا في المجتمع، البطاله في فراغ، وبما اني في فراغ في كبت بالظبط، فابتدي مش افكر غير ان انا اتفرج على الفيديو واعمل. لا وبعدين انت تكاليف الزواج العرفي اسهل بكتير قوي من تكاليف الزواج الرسمي. احد الاشخاص بلغني تليفونيا امبارح لما عرف موضوع الحلقه، فبيقول ان انا اتجوزت 30 مره كان شرطه على كل سيده ان هو مش هيجيب لها شقه ومش هيجيب لها بيت، هي اللي هتستقبله وهو بيروح يقضي اليومين او ثلاثه او ساعه او ساعتين وبيمشي، فبيقول لي انا مش خسران اي حاجه وبعمل حاجه حلال. وهنا لما اشوف بقى كزوجه او كست او كبنت، لما اشوف الراجل ده وهو بيتجوز 30 مره، انا مش سلعه، انا كبنت او كست انا مش سلعه للتجاره ومش سلعه للمتعه. الزواج لازم يكون فيه نيه التأبيد ونيه الاستقرار ونيه الدوام، والا يبقى مش جواز. تمام. النهارده لما اجي اتجوز واحده واثنين وثلاثه واربعه، طب انا هتسال على الناس دي كلها قدام ربنا، هتسال على الاولاد اللي انجبتهم منهم. احنا هنتكلم عن الناحيه الشرعيه بالزبط. ولكن انا بتكلم عن الناحيه النفسيه مبدئيا. لا طبعا. انت رخصتي نفسك ده وهو حد مش طبيعي يعني، وانت هو كمان حد وانت مش طبيعي. شخص غير سوي بالزبط. فهنا تبقى الحلقه مقفوله على حاجه باطله وهتنجب لنا مشاكل اللي هم الاطفال وما بعده من مشاكل بالزبط. هنناقشها واحده واحده. طيب انواع الزواج العرفي، هو انواع الزواج العرفي هو يا اما بيبقى سري يا اما بيبقى علني. في بعض الناس بتلجأ له في السريه زي الاسباب اللي قلناها، وفي بعض الاسباب بتلجأ له في العلنيه لاي ظروف تانية. العلني زي المعاش اللي احنا مش عايزين نتكلم. العلني ده بيبقى عقد، العقد بيتكتب عقد عرفي بيبقى عليه شهود وبيتم توثيقه فيما بعد، وبيبقى عليه شهود وبيبقى باذن الولي، بتتوافر فيه كل الصلاحيات اللي بتتوافر للعقد الرسمي، وبيبقى مشهر وبيعيشوا مع بعض قدام الناس كلها وكل الناس بتبقى عارفه ان دول متجوزين. ودي الحياه الكريمه اللي ربنا شرع الجواز عشانها. شرط الشرط الاساسي هو الاشهار، هو ده بيبقى متوفر فيه، فيا اما بيبقى سري يا اما بيبقى علني. طيب يا هاتف، لكن استاذنك معلش اتفضل. في نقطه مهمه جدا جدا جدا، في بعض حالات الزواج العرفي بتبقى بين الراجل والست بس. ده يا جماعه انا بقول لحضراتكم لا شرعا ولا قانونا ده مش جواز اصلا. الجواز اللي بيبقى ورقه ويكتبوها الاثنين ويمضوا عليها ده ما بيبقاش جواز، ده بيبقى اي حاجه تانية وبيبقى ليه الفاظ تانية انا طبعا مش هقدر اقولها، لكن هو مش جواز لا شرعي ولا قانوني ولا جوزك ولا المساله وايام زمان ما كانش فيه عقد، فاحنا بيننا وبين ربنا تمام وربنا تمام هيحاسبنا تمام. كل ده كويس، كل ده كويس، لكن اذا توافر فيه الاشهار، احنا بنتكلم في نقطه مهمه جدا، اذا توافر في العقد الاشهار فهو عقد صحيح. لان معنى كلمه اشهار ايه؟ مش معنى كلمة إشهار إن الناس بس هتعرف، لا ده معنى كلمة إشهار إن الولي هيعرف، وده شرط أساسي في الجواز، إن الأبناء لو في أبناء للزوج أو الزوجة هيعرفوا، الجيران هيعرفوا، الأهل هيعرفوا، يبقى الناس كلها عرفت، يبقى تحقق الهدف من الجواز الزيجة بالظبط كده. لكن ورقة وقلم بيننا وبين بعض ومحدش يعرف عنها حاجة، لا ده موضوع تاني، ده مش جواز خالص. يا
يا هاتك حرم الرجال وتابع طرق الفساد فأنت غير مكرمه. من يزني في قوم بألف درهم في قوم يزنى بربع الدرهم. إن الزنا دين إذا استقرضته كان الوفا من أهل بيتك فاعلمي. وهنا بهذه الصورة الزواج العرفي باطل باطل باطل. السؤال بقى، إيه حكم الشرع في الزواج العرفي؟ حكم الشرع في الزواج العرفي إنه لازم يتوافر فيه كل الشروط اللي بتتوافر في الزواج الرسمي. هو الفرق إيه بين الرسمي وبين العرفي؟ إن الوثيقة بتتوثق في مصلحة الأحوال المدنية لضمان حقوق الزوجة وفيما بعد ضمان حقوق أبنائها. تمام. الزوجة اللي بجا عقد عرفي، العقد العرفي العادي ده ملهاش أي حقوق إلا لما العقد ده يتوثق. تمام. لا حقوق نفقة ولا متعة ولا إثبات نسب ولا 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 أي حقوق ليها إلا إنه العقد ده يتوثق. في البعض بيتحايل على القانون وبيعمل الورقة دي وبعدين بيكتب لها بيت، بيكتب لها شقة، بيكتب لها فلوس، فبيقول لها حتى لو حصل وفاة أو حصل طلاق فأنا كده أمنتك. هل في الحالة دي اسمها تحايل على القانون وعلى الدين ولا؟ هو المسألة دي ملهاش علاقة بدي، أنا بصحح الوضع الشرعي الأول. أما مسألة المهر أو الهدايا، أنا رافضة التحايل على الدين وعلى ربنا، أنا رافضة. ما ينفعش، أنا كده بضحك على نفسي. قصة إن أنا أكتب لها حاجة عشان تبقى ضمانة ليها، طب أنا الأساس أصلا باطل، اللي هو ما بني على باطل فهو باطل. فأنا النهاردة برجع لها وأقول لها خدي، طب أنا عوضتها عن إيه؟ عن الناحية الشرعية. عوضتها عن إيه؟ عن حسابها قدام ربنا. ما عوضتهاش بحاجة. متى يكون الزواج العرفي صحيحا ومتى يكون باطلا؟ الزواج العرفي يبقى صحيح لو توفر فيه الشروط الشرعية اللي هي الولي والصداق والإجاب والقبول والإشهار. تمام. لا نكاح إلا بولي. الفقهاء لما جم ناقشوا موضوع الزواج وفرقوا بين الزواج العرفي والزواج اللي هو في شكله صحيح الحرام أو لا في شكله الحلال، قالوا انه لازم يتوافر فيه عشان يكون حلال ويكون صحيح، انه لازم يتوافر فيه نفس الشروط اللي بتتوافر في العقد الرسمي. تمام. واولها استئذان الولي، لا نكاح الا بولي، فلازم يكون في استئذان للولي. تمام. الولي بتاع الزوجه، زي ما في بعض الناس يعني بتبقى فاكره ان الولي ده لازم يكون الاب او قبل الهوى. انا سالت حضرتك فعلا، قال ان الولي من العصب، فقلت الولي في احد الجيران، في الصديق القديم، الصديق للاب، فمش الولي لازم بتتوفر فيه او الاخ غير الشقيق لابوها. الولي لازم تتوفر فيه شروط المتاحه للشهود لشهاده على العقد. الولي بيبقى وكيل للزوجه. تمام. الوكيل للزوجه ده ممكن يكون حد من قرايبها وممكن يكون حد مش من قرايبها، لكن هي يعني الفكره مش شرط انه يبقى من العصر. لا مش شرط، بدليل ان انا ممكن ابعت لحد اعمل لحد توكيل زواج يعقد الزواج بدلا مني. تمام. وبالتالي الشخص ده مش شرط ان هو يكون، لكن هو بيبقى بتتوفر فيه انه يكون بالغ وعاقل ورشيد، ان هو يكون عنده امانه، بحيث ان انا لما اقول له انا موافق على الزواج ده هو ينقل الصوره ان انا موافق. لما اكون اقول له انا مش موافقه يبقى بينقل الصوره ان انا مش موافق. فشروط صحه العقد العرفي هي نفس شروط صحه العقد الرسمي. بس من وجهه نظري البسيطه الضعيفه قدام حضرتك طبعا وقدام القانون، ان انا عندي فقه الحياه وفقه الدين والقضاء. ففكر الحياة إن لازم يكون الرجل اللي قدامي ده فيه الشهامة، عزة النفس، الصدق، الأمانة، لأن أنا لو شفته أمين هيبقى أمين عليا، لو شفته شهم في أهل ناسه في بيته وعيلته هيبقى شهم معايا وفي تصرفاته. وفي فكر القضاء اللي هو الحلال والحرام والشرع وما بين القانون والشرع ولا حاجة، شعرة بسيطة اسمها الثغرات. فهل اللي بيستغل الثغرات دي، للأسف إحنا عندنا مادة أو جزئية في القانون اسمها الثغرات، وكتير من المحامين وكتير من العقود موثقة جوه مكتب المحامي أو مكتوبة جوه مكتب المحامي. طيب إزاي الست تعرف إن المحامي ده كتب عقد ومش هيتوثق؟ هي بتروح معاه بتبقى خلاص مأمناه وبيكتبوا عقد وبتعتقد إن هي كده خلاص وموثقة، وبتكتشف بعد الطلاق أو بعد تمزيق الورقة دي إن هي كانت مجرد ورقة. شوف حضرتك، إيه؟ هو بشكل عام وبشكل أساسي يعني التساهل في الحقوق هو اللي بيضيعها. أنا النهاردة اضطرتني الظروف بشكل ما أو بآخر إن أنا أروح مكتب محامي وأكتب عقد عرفي. المفترض إن أنا أول حاجة أكون حريصة عليها إن يبقى فيه 2 شهود. تمام. الاتنين الشهود دول يفضل إن أنا يكون حد من طرفي وحد من طرف الزوج، لأن في بعض الأماكن وفي بعض حتى في بعض الحاجات مش عايز ده بيجيبوا القهوجي، مش عايز أقول عند المأذون كمان. ده يعني بيجيبوا يعني حد من الشارع من الكافيه كمان عند المأذون. انه بيجيب حد ما لا يعرف الزوجه لا الزوج ولا هيتقابله تاني. هنا حضرتك عشان يبقى ضامن ان هو ما يقولش، انا بقول للناس كلها ان هنا ما تحققش شرط العلنيه ولا شرط الشهود، لانه برضو انت بتتحايل على ربنا، لانه ده ما يعرفكيش. يبقى انا النهارده لا يمكن امنع، يعني شرط اساسي في الشاهد على العقد العرفي ان انا ممنعوش من انه يقول ان انا اتجوزت. لو منعته انه يقول ان انا اتجوزت يبقى هنا خلاص، يبقى هنا انا ما حققتش العلنيه.
لازم عشان احقق الاعلانيه واحقق ال 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 الغرض من وجود الشاهد على العقد ان انا ما احجمش الشاهد ولا بالاشاره ولا باللفظ ولا بالكلام المباشر. ما ينفعش اقول للشاهد يعني لا ما ينفعش. لازم انا اقول اسيب الامور بشكل طبيعي وبشكل ماشي طبيعي. عايزين يقولوا يقولوا مش عايزين ما يقولوش عشان اقدر احقق عنصر الاشاره عشان اعيش بالحلال. دي نقطه. النقطه الثانيه مفترض ان انا باخد نسخه من هذا العقد. يعني انا ما اجي اكتب عقد ما اقولش لا ده العقد هيفضل عند مكتب المحامي او عند مكتب المأذون او سين او صاد من الناس. ما حضرتك لسه قايل انها مجرد ورقه بدون توثيق ملهاش اي لازمه. هتاخد النسخه. استناك ترد عليا بس بعد الفاصل الصغير. اتفضل. فاصل صغير ونرجع لكم. اوعوا تروحوا في اي حته مستنياكم. يعني 500. تفضل. ثاني. بسم الله. ميك اب 25 مكياج. أول واحد. بسم الله. الثاني. بسم الله. 25 مكياج. أول واحدة. برضو مكياج ينفع كده 25؟ سبتي 25 مكياج. 25 مبروك. أول مرة تجي علينا؟ خدي كرت ثالث. تفضلي. هيك صاروا 50 جنيه. عشان كلمتين كلمتين جنيه كرت. أنت خاي ماخدة ب 500 يبقى تليكي إن شاء الله تقدر تكون عندنا عشان أول مرة. ماشي أوكي. وعندنا الاكسسوارات والمكياجات والامور دي كلها ان شاء الله موجوده. ان شاء الله. حظ اوفر. حظ اوفر. 56 جنيه. اهلا وسهلا فيك. تفضل. تفضلي. انت كسبتي معي هلا 50 جنيه. تمام. تقدر تختاري اللي بدك اياه. مكياج، كريمات، اكسسوار، برفان. شو بدك تختاري بتختاري. وين اللي لازم دلوقتي؟ هو يفضل هلا احسن يعني مشان تعرفي انت شو تختاري. تختاري شنو؟ بعدين نحن الهدايا تبعنا بتبلش معاكي من اول 10 ل 500 جنيه. تمام. ادينا بقى حاجة تنفع نكمل بقى. شو رأيك تاخدي شغلة مثل هاي مثلا؟ هاتي ايدي. اعملي حركة دائرية. هذا سكراب بيقيم طبقة الجلد الميت خلال 30 ثانية، بيعالج سواد تحت العين وأي أعصاب موجود على البشرة، بيستخدم معك إيدين ورجلين وجسم وبشرة. ركي هسه فكرتك. أيوه. تواجدت المحل لافور، اشتريت منتجات لافور، اشتريت منتجات ب 500 جنيه وكسبت كوبون واحد ب 50 جنيه. ثانك يو ليكو، ميرسي لمقابلتكم الجميله وشكرا ليك. اهلا وسهلا. شكرا ليك جدا على زمانك مكانك. سلام. ميرسي.
ورجعنا لكم تاني مع دكتور صبحي غيث والزواج العرفي واسبابه واسباب انتشاره في المجتمع، وازاي افرق ما بين انه صحيح وانه غير صحيح او باطل، ازاي افرق ما بين انه حلال او حرام. اي امراه نكحت بدون اذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، لا نكاح بدون ولي. قد تزوج السايبه نفسها، السايبه احق بنفسها. مين دي؟ هو في خلاف في النقطة دي، في خلاف إذا كان إطلاق اشتراط الولي في الزواج على الحد المطلق، وفي رأي تاني من الجمهور الفقهاء قال يجوز للسيب إنها تزوج نفسها. السيب دي اللي هي بتبقى مطلقة أو أرملة وتعدت سن الرشد، دي بيبقى من حقها إنها تزوج نفسها. لكن في بنقول إن احنا لما يحصل اختلاف يفضل إن احنا ناخد بالأحوط، والقاعدة الشرعية إن احنا ناخد بالمصالح، إن احنا ناخد بالأحوط يعني إذا كان في ولي ناخد رأيه. تمام، بحيث ان احنا نبقى مطمنين ومستقرين من جوانا ان هذا الزواج صحيح. لكن هو في خلاف في النقطه دي، هل تتزوج بولي او بدون ولي؟ في راي قال تزوج نفسها، وفي راي قال ما ينفعش تزوج نفسها، لان لفظ لا نكاح الا بولي جه على الاطلاق ولم تخصص فيه السيب او البكر يعني. فاحنا ناخد، انا انصح الناس ان احنا ناخد بالاحوط، ان احنا ناخد بالولي وبعلم الولي والاهل، عشان تفضل الزوجه مصونه ومحتفظة بحقوقها ومحترمة قدام جوزها ومحترمة قدام أهله، وبالتالي لازم تحافظ من الأول على علم أهلها وولياها بالزواج. يعني من كلامك أن الولي ليس شرط أساسي في ما أنا قلنا أنه هو شرط أساسي شرط في العام، في العام. تمام. في العام، لكن في بعض الأحاديث وفي بعض الآراء الفقهية خصصت ده وقالت إلا السيب، يعني السيب تقدر تجوز نفسها لأنها بتبقى بالغة وعاقلة ورشيدة. طب لو هي بكر وبنت وسنها كبير؟ لا، هنا السيب بيشترط في السيب انها تكون مطلقه او ارمله. اذا لو هي بنت بكر يبقى لازم يبقى في ولي. طيب هل للزوجه زواج عرفي ميراث؟ لازم يتوثق. لو موثق لازم يتوثق، لانه اصلا لا تسمع الدعوه اذا كان العقد عرفي. يعني في الاصل لا تسمع اي دعوه للزوجه انها ترفع دعوه في المحاكم او الا لو كان العقد ده موثق. ينفع توثقه بعد وفاه الزوج؟ الزوجه بتوثقه بعد وفاه الزوج، بترفع دعوه اثبات وتاخد زوجيه الميراث؟ بترفع دعوه اثبات زوجيه، تثبت، هي لازم تثبت انها زوجه الاول. تمام، فبناخدها خطوه خطوه. يعني دلوقتي الزوج توفى وهي معاها عقد، واكتشفت لاي سبب بقى، اكتشفت انها ورقه عرفيه ملهاش اي قيمه، تروح تثبت الاول الورقه دي، تثبت الزواج، وبعد كده تثبت زوجيه، وبعد كده ممكن تاخد تطالب بحقوقها اذا كان ليها مؤخر صداقه، حتى لو تم توزيع الوصيه بتاعته، حتى لو كان ليها وصيه ممكن اقتناصها مره ثانيه، ممكن اعاده ترتيب وتوزيع الميراث تاني. طيب في حاله الانكار وحاله الاعتراف، هو الانكار معناه انه الجواز ورقه والاعتراف معناه انه موثق، ولا ايه معنى حاله الانكار؟ لا، الزواج اصلا هو الاعتراف او عدم الاعتراف بواقعة الزواج، مش بوجود العقد او عدمه، لان ممكن يكون العقد خلص مش موجود، اتقطع، اترمى في اي حته، والزوج يجي ويقول لا دي فعلا زوجتي. يعني الاقرار مش بالضروره يكون مرتبط بوجود العقد من عدمه. تمام، هو اللي معترف او المنكر. معانا تليفون مع الكاتب الروائي محمد عبد السميع. اهلا وسهلا يا فندم. الو، اهلا وسهلا بحضرتك. اتفضل يا فندم. معاك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انقطع الاتصال، استأذنك تتصل بينا مرة تانية ومنتظرينك. أي فندم معاك. يبقى إذن لو الزوج موجود وهو اللي أنكر يبقى ملهاش حق في أي شيء. لكن لو هي معها نسخة العقد بتقدر توثقه وتجبر الزوج على الإقرار، لأن الزوج هنا هيبقى قدامه أنه يطعم بالتزوير على العقد. لكن هي بيبقى معيار الإنكار وعدم الإنكار في حالة وجود العقد، في حالة عدم وجود العقد. لكن في وجوده هي بترفع دعوى إثبات زوجية عليه، وهو يجي يقر أو ما يقرش، ده بيبقى مرتبط بطعنه بالتزوير على العقد وهل هو توقيعه ولا لا، وفين الشهود. تقدر الزوجة تجيب الشهود يشهدوا، وتقدر تعمل تثبت وقعة الزواج بكافة طرق الإثبات. نرجع خطوة لورا كده ونقول طب أمال إيه حقوق الزوجة في الزواج العرفي؟ حقوق الزوجة في الزواج العرفي بالوضع الطبيعي اللي هو العقد الغير موثق اللي هو عليه شهود وما فيهوش إشهار ملهاش أي حقوق. طب هستأذنك معلش وخليك فاكر. استاذ رجب. الو، صباح الفل يا فندم. صباح الفل يا فندم، اتفضل. تحياتي ليك وتحياتي للدكتور وتحياتي فريق اعداد محترم وقناه محترمه يا فندم. ربنا يعزك. الله يبارك فيكم. اتفضل بسؤالك. بالنسبه للزواج العرفي ده قنبله موقوته حقيقي، ازاي بقى هنا في حاليا انتشرت ان ممكن الواحد يكون لمؤاخذه بيقبض معاش ويزوج، خلي بالك، ويطلق مراته والجواز عرفي
بالنسبه عشان ال 500 جنيه اللي هو هيك كان جايبهم سياده الرئيس. صحيح. تكافل للمطلق. اللي هو تكافل الكرامه. فالعمليه دي انتشرت جامد، خلي بالك دلوقتي كله للاسف بقت ظاهره. بيطلق على ورق وبيتجوز عرفي عشان يقبض المعاش. بالنسبه ثاني خلي بالك انا كان سني كبير طبعا اتجوزت، كان المدام بتاعي ما كملش 16، كتبت بعد 3 سنين لان الزواج اشهر زي انتم ما بتقولوا بالظبط. فانا بعتبر الجواز العرفي زنا زنا زنا. وربنا يبارك فيكم يا فندم. شكرا لراي حضرتك، متشكره جدا لاتصالك وتواصلك معنا. هو اثار فعلا نقطه خطيره جدا، ان احنا في الفتره الاخيره سياده الرئيس مشكورا عمل معاش تكافل وكرامه، ولكن احنا كشعب بنعشق الفهلوه طبعا فبداوا يطلقوا زوجاتهم وبعدين يرجعوا يجوزوهم عرفي عشان الست تروح تاخد معاش تكافل وكرامه. ثغرات القانون زي ما قلت في الاول، انا ما رضيتش افتح بس الراجل اهو جه. انا شفت ده، انا شفت ده فعلا وجالي المكتب اكتر مره، وطبعا الحمد لله من فضل ربنا انا برفضه تماما. ما هو حضرتك فرد لكن في قصاده 99 فرد تاني يعني بيقبلها. كل واحد يتحمل وزره، لكن انا شخصيا لما بتيجي حاله زي دي انا ببقى يعني ببقى مستاء جدا جدا. يعني مفترض ان المنحه او المعاش بتاع التكافل وكرامه ده او ايا ما كانت تسميته ده معمول للمحتاجين. ما ينفعش انا عشان 500 جنيه ولا عشان 750 جنيه اروح اطلق مراتي واقعد معاها بعقد عرفي عشان اخد 750 جنيه. طب قبل ما يتفرض المعاش ده انا كنت عايش ازاي؟ وهل هم المبلغ ده هيحيي لي بيتي ويركبني عربيه ويوديني التجمع؟ يعني هل ده؟ لا يا فندم معلش عذرا، اللي بيعمل كده مش اللي قاعد في التجمع. ما هو انا قبل ما يعمل كده كان عايش ازاي؟ وايه الفايده اللي هتعود عليه لما يعمل كده؟ لما يهد بيته من الناحيه الاسريه ويعمل عقد عرفي ويلغي العقد الرسمي ونخش في متاهات. ما هو بيتكلم زي حضرتك، هو على العلن واشهار وفي ولي والناس جميل كلها عارفه وعنده ولاد. انا الخطوه دي هو تحايل على ربنا قبل ما يكون تحايل على انا الخطوه دي لما اجي اعملها مش لازم احسب هتفيدني بايه؟ طيب لو ما عملتهاش اصل ده يعني معلش عفوا يعني لا الرقم اللي يستاهل ان انا اعمل ده. انا اخد فاصل يا جماعه ونرجع لكم حالا، استنونا. ورجعنا لكم تاني، وطبعا بعتذر لكل المشاهدين والاستاذ سيد اللي كان معانا على التليفون، يا ريت يتواصل معانا مره تانيه. نرجع تاني لنفس الاسئله يا دكتور. هنا اثار برضو نقطه مهمه جدا، ان الست المصريه بالمثل اللي هو قاله جنسته ولا جوزته. فعلا غلاء المهور، غلاء تكاليف الزواج، اعتراض الست المصريه للي يبقى فيه زيجات مختلفه، اعمل اللي انت عايزه، اعمل العلاقات اللي انت عايزها، فبيضطر الراجل. طب انتوا كده مطلعين الراجل اللي هو الشهم الاصيل اللي ما عندوش اي مشكله. لا طبعا انا مش معاكم في الموضوع ده، لان الراجل هو عايز يتجوز ممكن يكون لاسباب، هو اسباب تخصه هو، تخص علاقته بزوجته، ولكن في منهم الغير اسوياء، يعني اللي اتجوز 24 مره 30 مره، اللي بيتلذذ قدام اصحابه ان يتجوز عرفي 5 6 مرات، ان الست اللي انت شايفها عظيمه دي انا عملت واتجوزت عرفي معاها، والسيده رئيسه الوزراء والمهندسه والمدرسه، هو قاعد بيتباهى بده، فده مريض نفسيا. وانا من هنا بقول لا، المرض النفسي بريء من دول كلهم، ده للتباهي والتفاخر بده. فمش كلكم اسوياء ومش كلنا غير اسوياء. حضرتك رايك ايه في الموضوع؟ والله اقول لحضرتك على حاجه، انا شخصيا قابلت واحد مره وكان بيشتغل في مجال السينما، قال لي ان هو اتجوز 62 مره، وفي منهم مرات كانت يوم واثنين وثلاثه، ده في ساعات كمان. يعني شيء مؤسف، وشيء مؤسف كمان ان الست ترضى تحط نفسها في المكان ده. هو بيحطها كمان احيانا، مش ممكن تكون ما تعرفش احيانا، لا لا مش ما تعرفش، احيانا بيحطها تحت ضغط. احيانا بنشوف ناس لو في ورقه هتتمضي او معاش كبير هتاخده، فانا ممكن اسهل لك المعاش ده بان نتجوز عرفي يوم او اتنين ونكمل او ما نكملش. احيانا بتبقى عندها قضيه، انا شفت من سنين مهندس فني الزوج توفى في حادث، والست الارمله راحت عشان تجيب الورق اللي يثبت ان الحادثه من العربيه او من السياره عشان تاخد تامين. المهندس الفني مع الشخصيات اللي موجوده عرضوا عليها
وهي في بلد غير بلدها تماما، لان الحادثه تمت في مكان تاني في محافظه تانيه. عرضوا عليها انها تتجوزهم عرفي في مقابل ان يسلمها التقرير بتاع الحادثه. للاسف فاحنا في بيبقى تحت حصل. ضغط ده حصل. وفي بنات بتبقى تحت ضغط، صوره من على اليوتيوب، صوره من على الفيس، صوره من على الانستجرام، وبيعمل على تحت الضغط برضو بتضطر انها تتجوز عرفي. ففي كتير بيبقى تحت ضغط، ده مش مريض نفسيا، ده عارف وبيخطط وبيصمم، بيعرف وبيعمل ايه. فبلاش نطلع الراجل ان هو الكائن اللي التعددية دي بالنسبة له حلال، لا، في بعض الحالات لا. هو محتاج لا. فعلا، وفي بعض الحالات لا، هو مش محتاج أكيد. لده أكيد. يعني أكيد. في حاجات. فاحنا بنقول امتى يكون حرام وامتى يكون مكروه وامتى يكون مباح وامتى يكون مندوبا وامتى يكون واجبا، زيه زي اي زواج، زيه زي الزواج الشرعي بالظبط. انا النهارده لما اجي اعمل تعدد في الزواج العرفي، ما هو نفس الشروط اللي بتنطبق على الزواج الرسمي، ان انا اكون قادر، ان انا اكون قادر ماديا، قادر صحيا، قادر جنسيا، اكون ما اخدش الزوجه الثانيه دي ان انا اعمل لها مشاكل او اظلمها معايا او اقصر في حقها، او الزوجه الاولى كمان، او الزوجه. ما هو انا طبيعي لو قصرت في حق الزوجه الثانيه يبقى اكيد انا ما كانش يعني ما كنتش عايش كويس مع الزوجه الاولى، ما كنتش مكفيها حقوقها، ما كنتش مديها واجباتها، ما كنتش ملتزم بيها على الوجه الاكمل، وبالتالي طالما قصرت مع الزوجه الثانيه يبقى اكيد انا كنت ده. في ازواج بيضطروا يعاملوا الزوجه الثانيه احسن معامله، وبيفضلوا صامتين وصامدين على تعبه معاها عشان ما يظهرش قدام الناس عشان ان هو اللي كان فاشل في الزواج بالزبط. الاولى وسببه في الفشل الثاني، فبيفضل برغم قسوه الزواج الثاني ولكنه صامد ويظهر قدام الناس بقمه السعاده، وهو عكس كده تماما عشان الناس. هو احنا بشكل عام عندنا المغالطه، وعندنا زي ما بيقولوا كده الانفصام في الشخصيه، بس مش من الناحيه المرضيه، من الناحيه الاجتماعيه، ان ممكن الواحد يقبل حاجه في وضع معين وما يقبلهاش في وضع معين ثاني، يرضى الحقيقه نسبيه. بالظبط كده بالظبط، وبتتغير بتغيير لو المصلحه عندي والرأي. تبقى بالنسبه لي مصلحتي بالزبط. تبقى زي الفل بالزبط. عند حضرتك انت حر، لو اتحققت فيها مصلحتي بتبقى حاجه كويسه، لو ما اتحققتش فيها المبدا بقى فيه خلل، ما بقاش فيه مبدا، المبدا أساسي. بقى فيه خلل طالما يعني اتحرك من مكان لمكان، بالزبط. ما بقاش مبدا بالزبط. وما بقاش ثابت بالزبط. وده مش ديننا ولا اخلاقنا ولا اي حاجه. لا طبعا. طيب حصلت الزيجه وحصل الزواج العرفي بورقه، ولكن في اشهار، يعني الناس عارفه واهلها عارفين والناس تمام، ولكن حصل في جنين وفي طفل وما فيش اثبات للطفل، مشي الراجل بدون اي مشاكل، اختفى، نعمل ايه عشان نثبت نسب الطفل؟ ما هو ده من ضمن المشاكل الكبيره جدا اللي بتقع فيها الزوج، لان قانون الطفل عشان يامن الاطفال ويامن الجزئيه دي قال ان لازم اللي يثبت نسب الولد يكون ابوه او حد من العصب. تمام. طيب الزوجة عشان تروح تثبت الابن لازم يكون معها مستند يثبت ان هي زوجة، اللي هي وثيقة الزواج، اللي هي وثيقة الزواج او العقد العرفي الموثق. تمام. ما هي بقت وثيق، طالما وثقت تبقى وثيقة زواج. احنا في الحالة دي هنلجأ لتوثيق الزواج واثبات النسب، وكمان البطاقة دلوقتي ما فيهاش. تمام. في الحالة دي الطفل اثبات البطاقة نسب. مش اثبات، ما هو مكتوب اسم الزوج في خلف البطاقة في الرقم القومي. هي العرفي ما بتغيرش اسم الزوج، العرفي ما بت... لو حتى لو لو وثقت، لو وثقت بتلجا بقى لقصه تانية خالص، انها بتاخد صيغه تنفيذيه على الحكم ده بتاع اثبات الزواج وتروح بيه للاحوال المدنيه بيعدلوا لها الوضع بتاعها. لكن احنا بنتكلم في الحاله العاديه اللي هي ما بتتوثقش. هنا الزوجه بتصطدم صدمه قويه جدا، لانها بتبقى مضطره انها تثبت هذا الزواج اما بشهاده الشهود او بالتوثيق عشان تقدر تثبت ابنها. ففي الحاله دي بتضطر تلجا للقضاء لاثبات الزواج واثبات النسب. تمام. وكل ما هو بقى متعلق بالطفل إثبات ممكن جوازة. تتعمل في قضية. إذا كان بقى ده بقى بيبقى كل ده بيتعمل على حساب الطفل نفسه. أكيد. لأن قيده ممكن يتأخر، قيده ممكن يبقى فيه مشاكل. أبسط حاجة التطعيمات. كل أبسط حاجة. كل حاجة. مش هقول المدرسة بعد 6 سنين. أبسط حاجة التطعيمات. في الحالة مش تقدر تعمله شهادة ميلاد أصلا. طيب لو قلنا الأرملة اللي تزوجت عرفيا عشان المعيش واستخدمت ثغرات القانون وإحنا معاها وعندها أطفال بتصرف عليهم، وجي حد زوجها، اخو زوجها، ابوه، اي حد راح بلغ، هل الست دي تتسجن؟ هي بتتسجن وبتبقى مضطره انها تدفع وتعمل تصالح، وتضطر انها تدفع كل اللي صرفته بدون وجه حق. ودي تدفع بالنسبه لها كل ودي اللي بتبقى بالنسبه لها كارثه طبعا، وهي جوه السجن لحد ما تدفع. لان هي كله. لان هي بتضطر في الحاله دي انها هي دلوقتي بتاخد الفلوس ليه؟ بتاخد الفلوس عشان تصرف. تمام. تمام. تيجي هنا دلوقتي خلاص المطلوب بقى منها يعني مش واخده متحوشه، وبقى منها بحكم القانون انها ترجع الفلوس اللي صرفتها بدون وجه حق، تجيبها منين؟ يعني دلوقتي انا بنبه كل المشاهدين وكل اخواتي وبناتي ان حتى لو استخدمتي ثغرات القانون وعدت ان انت حلال انك تاخدي الفلوس دي، ولكن في حاله ان حد يبلغ او يعلن ده
حضرتك هتتسجني فورا ولازم ترجعي كل الفلوس اللي انت اخدتيها دي. كان في حاله اتعرضت عليا وكان برضو اضطر ان هو يفضل مسجون لغايه ما يدفع الفلوس. كان شخص ما كان والده توفى وفضل يصرف كان والده عامل له توكيل، والده توفى فضل يروح يصرف المعاش بعد ما والده توفى بموجب التوكيل. ولما التوكيل مدته وطلبوا منه ان هو يصحح معلوماته او يحدث بيانات التوكيل، فاتضح ان الاب ميت من اكتر من سنتين ونص وهو كان بيسحب الفلوس دي، واتقبض عليه واتسجن لغايه ما رجع كل الفلوس دي اللي هو صرفها بدون وجع. قصه من الواقع وحقيقيه. الولد اتجوز البنت وعرفي وبدون توثيق وبدون معرفه اي حد، وجابوا الولاد واختفى الولد. وطبعا قال لها اعملي اللي تعمليه، بلغي اعملي اللي انت عايزاه. احنا لو وقفنا زي ما قلت لحضرتك فقه الحياه وفقه القضاء، ففقه القضاء هي ملهاش حقوق، صح كده؟ عشان تثبت معها الشهود، عشان تقول حد شافنا معهاش اي حاجه. ولكن انا بروح القانون او بفقه الحياه بقول نصيحه لكل رجل قضاء، من فضلك راعي ان لو انا قلت ان الست البنت دي ملهاش حقوق، فانا ضيعت مش البنت بس، انا ضيعت البنت واصبحت بدل ما هي زواج صحيح واثبت لها انها زيجه صحيحه، ده انا خليتها زنا. والطفل اللي بدل ما انا عارف ان هو ده ابوه خليته طفل من الزنا ملوش اي حقوق. فهل ينفع ان انا اقول لا الزواج صحيح واجبر الولد انه يتجوزها حتى لو طلقها بعد ساعه، ومن هنا اثبت صلاحيه الزواج وكمان اثبت النسب للولد ده، وكده ريحت المجتمع من كارثتين؟ ام هي احنا مش عارفين هي هتبقى زوجه صالحه، اكيد بعد الموقف ده مش هتبقى صالحه، والطفل ده مش هيبقى طفل صالح، هيبقى طفل الشوارع اللي احنا بنخاف منه بعد شويه. فهل ينفع ان انا اجرم الموضوع ده، اخلي كل شاب يفكر ألف مره انه يقول لها اعملي اللي انت عايزاه، روحي حطي في المحاكم، اعملي من المحضر، اعملي ارفعي قضيه، لكن انا لو وقفت وقلت له لا دي مراتك وده ابنك وهتعقد عليهم وهتثبت الولد وبعد كده طلق وليهم حقوق، مش كده انا رحمت المجتمع كله ورحمت البنت دي من الزنا الى زواج؟ هو هنا في مسألتين مهمين قوي. يعني انا اولا كرجل قانون او كقاضي او كمحكمة او كمشرع، بلاش نتكلم، خلينا كمشرع اللي هو بيسن القوانين وبيحطها بالشكل اللي يتناسب مع المجتمع. هل انا دلوقتي الست دي هكون اعز عليا من نفسها؟ هي في الاول بعت نفسها، في الاول ارتضت وضع مش مظبوط علشان تكمل بشكل ما او باخر تتجوز عشان طمعانه في فلوس علشان. لكن لو انا النهارده جيت زوجه ما معهاش حاجه، ما معهاش مستند، ما معهاش عقد، ما معهاش شهود، وجات قدام المحكمه، طب ما انا برضو لازم اراعي خراب الزمن، لازم اراعي ان ممكن الزوجه دي تكون بتتبلى على الراجل دوت وان ما فيش علاقه فعلا. يبقى انا من الاول بتدارك المساله. انا من الاول لو انا في حكم المشرع، لا انا هرفض توثيق الزواج العرفي، يبقى انا بقفل الباب من اوله. انت بقى رضيتي ان انت تتجوزي عرفي، تصرفي زي ما انت عايزه، لكن انا لو رفضت من الاول من حيث المبدا توثيق الزواج العرفي، يبقى انا بقفل باب كبير جدا من الحالات دي، لان برضه هو بيبقى تحايل. انا بعمل العقد العرفي وبوثقه وبرجع للاحوال المدنيه، او بقف لغايه هنا عشان فيما بعد اثبت نسب وفيما بعد اثبت حقوق. في بعض الحالات بتوثق العقد في المحكمه وما ترجعش للحوالي. طب ما انا اقفل الدايره باني احرمه. بالظبط كده، بالظبط كده. لكن هو في هنا نقطه دايما المشرع بيخلي باله منها، القانون والمحكمه اتعاملوا عشان المخالف مش عشان اللي ماشي مظبوط. تمام. اللي ماشي مظبوط ما بيتعرضش لا اسمه ولا شرطه ولا نيابه ولا محكمه، انما اللي ماشي مخالف للقانون هو ده اللي بيستحق العقاب. فهي اذا الزوجه ارتضت ده والزوجه ارتضى ده، هما الاثنين يستحقوا العقاب. فانا بناشد المشرع ان هو يلغي توثيق العقود العرفيه، يلغيها تماما. هنا هنقفل الباب، وان العقوبه تتشدد على اللي بياخد معاش بدون وجه حق، واللي بيصرف معاشات بدون وجه حق، اللي بيصرف تكافل وكرامه اللي معموله للناس اللي غلابه، والغلابه مش عارفين ياخدوها، وهم مش عارفين ياخدوها. ما هو العدد، انت تفاجئ حضرتك ان في كام مليون بياخدوا تكافل وكرامه، وكان الناس دي ما كانتش لاقيه تاكل قبل ما التكافل وكرامه يتعمل، لان في حالات فعلا بتتعمل كنوع من التحايل عشان تصرف، وبتقدم اوراق مش مظبوطه عشان تصرف الحاجات دي، فبيبقى على حساب الناس اللي هي بالفعل محتاجاها واللي هي اتعملت عشانها. في نهاية الحلقة بشكر حضرتك وبشكر كل المشاهدين، وأسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم ممن شغلوا أوقاتهم بما يرضيه. اللهم استرنا إحنا وبناتنا وولادنا وكلنا أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله.